وبما انك يا سيدي للاسف يعني فرد من افراد الاسره فمضطر احكي لك يعني يا رمزي على طابور العرسان اللي جاي لياسمين. يا شفت الايام بتجري ازاي؟ لا بصراحه دول ما شفتهاش. شفتش الايام يا دول وهي بتجري؟ اصل انا بصراحه ببقى نايم كده هون يعني اصحى بقى الاقي نفسي في يوم تاني خالص فما بشوفهاش بقى وهي بتجري ببقى نايم. انت نابغه يا رمزي. خلاص يا دولا بقى ما تزعلش يا عم هتاخد على خاطرك مني. خلاص انا يوم الخميس الجاي ان شاء الله هبقى سهران كده ومفتح عشان اليوم هو بيجري كده هو الايام بقى هبقى انا ملقطها كده ومفتح وشايف. مش من قدامي. ايه مش من قدامي. ايه اللي بيجري تحت رجلك؟ ايه اللي بيجري تحت رجلك؟ انا واقف هنا وانت واقف هنا. ايه اللي بيجري تحت رجلك؟ انا خايف تضربني. خلاص انا هضربك ولا هببك. انت ما تستاهلش اساسا ان انا اضربك. بطل دوشه. ولا لا مش حضرتك. مش حضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. مين؟ امشي. لا يا مين؟ انور. اهلا وسهلا يا انور. اهلا وسهلا. ازاي الصح؟ انا عادل سعيد. ايوه يا سيدي. ايوه عادل سعيد. لا في انتظارك ان شاء الله. في انتظارك بكره باذن الله على الساعه 9 ان شاء الله. ان شاء الله. خلاص لا تنور تنور تنور. ماشي تنور. مع السلامه. مع السلامه. ولا رمزي تعال هتضرب؟ لا يا عم مش هضربك. تعال. نعم يا دول. شفت يا ده؟ ايه؟ عارف مين اللي كان بيكلمني ده؟ مين يا دول؟ ده يا سيدي اول عريس جاي لياسمين. الف مبروك يا عريس. مش انا يا ابني هو العريس اللي جاي يعني عايز ياسمين مني يعني. عقبالك عروس انت. عقبالك يا ده رمزي. يا رب يا دولا يا رب. انا ونقنق. انا لا انا ما قلتش حاجه. امال قلت ايه؟ انا ما قلتش انا ونقنق. لا ما قلتش انا ونقنق. امال سمعت ايه؟ انا ما قلتش. يا رب يقرصك يا رب. اهو ولا اللي قدامك ده اسمه رامز الحديدي. دول اخو رامز جلال؟ 12 سنه يا استاذ عادل في الغربه في ايطاليا اتمرمط. بس انا راجل عملي احب اجي لك في مكان عملك عشان نتفق. لا ما مكان العمل ده ما بيشتغلش اصلا. هنبوظ الجواز. ها ناخده على قهوه احسن. زي ما حضرتك شايف طبعا انا جيت لك هنا عشان نتفق بحيث اول ما اجي لك البيت تقول لي تشاو يا حبيبي. يرحمكم الله. تشاو ايه يا عم؟ لا 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 دولا لا. لو انت هتسمح بقى ان هو يقعد يهزقك كده وانا ما اسمحش في غيابي يقعد في غيابك. ايه ما انت مرزي اهو. وبعدين تشاو دي اساسا كلمه ايطالي مش كده؟ الله عليك. معناها الحمد لله على السلام. خيبت ظني فيك. المهم انا جاي لك النهارده وشاري بنتك. بنتك هتسافر معايا على ايطاليا وهناك هنعيش. مش محتاج منها بقى ولا نيش ولا عفش ولا جهاز ولا اي خزعبلات من الحاجات اللي بنسمعها في مصر دي. وبعدين قلت ايه يا استاذ عادل؟ مفيش وقت. حضرتك بتبص في الساعه ليه يعني؟ ده جواز. انا محتاج ان انا اخد وقتي كويس قوي وافكر قبل ما ارد عليه. طبعا طبعا حقك. نص ساعه كويس. طب ما تبحبحها شويه كده خليها بقى ساعه الا ربع ولا حاجه. عشان خاطرك ساعه الا ربع. ساعه الا ربع ايه ونص ساعه؟ احنا نهرج ولا ايه؟ انت مالك انت انت بتتدخل ليه يا دولا؟ علشان نقعد نتشاور مع بعضينا. انا وانت هتشاور معاك؟ مش دي مستقبل بنت دولا دي؟ مش بنت انا. انت مالك؟ ما انت مش انت ابن عمي. يبقى هي تقرب لك ايه؟ تبقى بنت عم عمي. بنت عم عمك. ايوه. يعني امها تبقى ايه؟ رانيا. يبقى مين؟ تبقى بنت خالتك. يبقى انت ليك دعوه بحاجه؟ لا. قوم روح. أب يعني متخلف. أيوة طبعا طبعا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. فبي دولا دولا دولا. ايه دولا مالك يا عم؟ انت زعلان ليه؟ انت ايه شايل طبق ستك ليه على راسك؟ طبق ستك اسمها طاجن ستك. الطاجن اللي بتاخد منه وتحط في الطبق يا هبل. طب مناسبه بقى الطاجن بقى يعني ما تطلب لي بقى حاجه علشان اشربها؟ ما انت لسه متهبب شارب دلوقتي اهو. معلش بقى يا دولا. معلش اصل انا جعان قوي وانت عارف ان انا لما بجوع ببقى عايز اشرب اي حاجه. ودي حته فطار معلمين. احلى مساء على المعلمين. القهوه بالكاكي الافضل تجار حمام فيك يا منطقه. والمناطق المجاوره. والمناطق المجاوره. والمناطق المجاوره للمناطق المجاوره ليها كمان. لا احنا كده بعدنا ومحتاجين مواصله ترجعنا. شاي شاي. وانا كمان شاي. يبقى اتنين شاي على ريشنا يا عم. دولا
ايه الحمام ده كله؟ ده انا نفسي اتفتحت للاكل قوي. اطلب لي بقى حاجه اشربها ونبقى دوله بقى. بس يا رمزي ما تضايقنيش، بس استنى اصبر نشوف ايه الناس دول وايه حكايتهم. انا اقول لي يا معلم هزاز، هو الحمام صحيح بيفهم اكتر من البني ادمين؟ طبعا بيفهم. انت مش بتشوف الحمام قاعد بيعمل غو غو غو؟ اكيد بيفكر في حاجه. سبحان الله سبحان الله. بس انا زعلان منك يا معلم. ليه؟ خير؟ حصل ايه؟ ينفع اطلع القشه امبارح كده فجاه الاقي الحمام بتاعك بيتحرش بالحمام بتاعي عندي؟ لا لا ما يصحش. ازاي يتحرش؟ بس تلاقي برضو الحمامه كانت قاعده ولابسه ريش قصير ولا حاجه. الحمام مقصور. الحمام مكار. بقولك ايه؟ قول. انا معايا جوز حمام شقلباز احمر حلاوتك واقفين عليا ب 3000 جنيه شاري. واني شاري يا معلم طلب احمر؟ يا سلام، يا ما نفسي انا بقى في جوز حمام زغليل كده يهفهفه حواليا وانا قاعد. رندا وعلاء. مين رندا وعلاء دول؟ ولادك؟ لا، ده رندا وعلاء دول احسن زغليل عندي في العشه، ولا يمكن استغنى عنهم حتى لو بملايين الفلوس. ليه يعني؟ ايه مميزاتهم رندا وعلاء؟ الاثنين بيبيضوا في وقت واحد. والله علاء بيبيض؟ ايوه. دي حاجه عجيبه جدا. لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. سبحان الله طبعا. وانا شاري منك الجوز ده ب 3000، خد. واني بايع. دولا هو ايه الجوز اللي هو ابو 3000 ده؟ ده جوز منص ده ولا ايه؟ منص؟ ما انت شايفهم هم عمالين بيقولوا لك حمام حمام. ايه ده؟ جوز الحمام ب 3000 جنيه؟ اصبر بس لغايه ما نفهم ايه اللي بيحصل. على حته على عيني يا استاذ عياد. الحاضر جاي لك اهو اهو. امور يا استاذ. خد ياض. قول يا استاذ. هما مين الناس اللي انت مهتم بيهم قوي دول؟ لا استاذ عادل، عدم المؤاخذه الناس مقامات. ده المعلم شلباز والمعلم هزاز اكبر تجار حمام في كام منطقه. تجار حمام؟ بس بيقولك ده الجوز ب 3000 وبتاع. ده بخمسه وب 6000 كمان يا استاذ عادل. الناس دي معديه بيكسبوا في تجاره الحمام اكتر من اللي بيتاجروا في الذهب. ايه ده؟ معقوله بتكسب قوي كده؟ طبعا يا استاذ عادل. عندك المعلم شلباز ده مثلا كان جوانين هيرج، كان جوانين كان بتاع ده وقفل المحل بتاعه وحوله تجارة الحمام وبقى بيكسب كده. هلا رمزي. نعم دول. بيقول لك ده كان جواهرجي. لا دول بيقول لك بتاع ذهب. يعني بتكسب جامد الحكايه دي. قوي 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 يا استاذ عادل. بيقول لك بتكسب قوي. ولا طب ايه رايك يا دول بقى نفتح بقى جنب البازار بتاعنا؟ طالما كده كده يعني البازار واقف حاله، يعني نفتحه بقى بتاع حمام ونبيع حمام. حمام ايه؟ يعني انا بعد البازار السياحي المحترم اللي ببيع فيه حتشبسوت ها وتوت عنخ امون هروح ابيع حمام وهزاز وبتاع؟ دول عادي يا عم. وبعدين يعني الحمام ده لو ما اتباعش نطيره. نطير 3000 جنيه و 5000 جنيه؟ انت بتستهبل؟ طب انا يا ما كسرت التماثيل من عندي. تصدق يا استاذ عادل رمزي بيتكلم في الصح، واول مره يتك على العقل. اشتري من عندي بقى عشان عندي ارخص. المستقبل جاي في الحمام يا استاذ عادل. انا لو منك افتح غاز غاره كده على قد في البازار وابيع حمام فيه. حته تكر على الله حته. مش انا، مش عادل سعيد اللي تاجر في الحمام. بيبي هو الحمامات اللي في الصناديق دي اسمها ايه؟ بصي يا حبيبتي هم اكتر من نوع، يعني في عندك الاولاني ده. مين 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 ايه؟ مين ايه؟ ما انت شايفنا. النوع ده سيب سيب. كو 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 كو. ايه؟ بتعاملوا كفرخه يعني ولا ايه؟ لا عشان يعني اللي هو ايه؟ عشان ايه؟ اهو انا مستني. عشان ايه؟ بس ليهم جو يعني. لا ما تسلهمش، سيبه على الارض، سيبه على الارض. ده اللي هو شقلباز يا حبيبتي، ده اللي هو بيتشقلب في الهواء تلاقي كده هو في رجله فيه ريش. وبعدين عندك ده استرالي وده رومي. دول يا رومي اللي هو بتعمل الجبن، الجبنه الرومي ده؟ طعم اوعى اسمعك تقول الكلمه دي، مفيش طعم عندي هنا خالص. ماشي ها؟ ده مش للاكل، فاهم ولا لا؟ عادل عادل عادل، انت عمرك تعرف الحمام ده بياكل بطريقه علميه ازاي؟ لا بايديا، بياكل بايديا. مش هنسمعه كانه مش موجود. طيب. بصي يا حبيبتي هو بياكل عباره عن شويه ذره وميه وخلاص يعني. لا 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 غلط. على فكره انا كنت قريت من سنتين في كتاب طائر الليل الحزين ان الحمام بياكل الفول اللي مغشوش الناس غشاه. مغشوش ايه يا حبيبتي؟ اسمه مدشوش، بيدشوه ويدوله عشان يعرف يبلعه يعني. والعيب بقى افتكرت كان حاجه مهمه جدا ان هو كمان مش بيعرف ينام ويسترخي الا لما يسمع اغنيه طاير يا حمام. هنقعد نرقص للحمام؟ هو غالي او كل حاجه بس مش لدرجه نرقص له يعني.
انت عرفت شغلك؟ اه يا دول، احنا بقى ايه بعملين المجهود ده كله علشان نطيرهم في الاخر، صح؟ تطير مين؟ ما هي قالت طاير يا طاير يا حمام. ايه يا رن؟ رانيا رانيا حبيبتي، ده انا معايا واحد مجنون. لا يا رانيا حبيبتي اوعي، يعني بعد ما نربيه ونشتريه ونكبره هنطيره؟ ده ممكن يسمع كلامك فعلا ويطيره. لا لا يا دولا، انا غبي يا دولا. احنا الاول ناكله يعني، وهو بياكل كده اثناء ما هو بياكل نقوم مرتين قوي على الباب بتاع القفص كده اهو عشان ما يطيرش. جدع يا عياط، اول بقى ما يخلص الاكل نقوم فاتحين الباب بسرعه عشان يطير ويهضم الاكل. احلى طامي شايل المعلم عادل والمعلم شقلباز والمعلم هزاه. جرايه لحت مفيش اي احترام ليا ولا ايه؟ لا طبعا، احلى كوكتيل المعلم الصبي رامي. اطلع عليك يا حلو يا مصيطني. اسمع بقى يا معلم زغلول، انا عايز جوزان كده شقلباظات يكونوا كده حاجه حلوه ويكون سعرهم حنين عشان من الاخر انا هاكل من وراهم ملبن. طب يا معلم شقلباظ، انت ايه بتاكل الحمام جرجير؟ ما هو متعود على كده. في متعود انت بتعامل الحمام انه جبنه. هشرب كوكتيل. يعني حظك حلو صراحه معايا يا معلم شقلباظ، عندي جوش شقلباظ جايين من السيرك الروسي. حلاوتك دول يا سيدي عشان مستوردين وما تعزوش عليك. 5000 جنيه يا غيا من غرزيب. 5000 جنيه وانا اجيب لك منين يا عم زغلول بقى 5000 جنيه وانت عارف ان السوق نايم ومفيش اي شغل والحياه كلها خراب معانا وحط مصحف معايا فلوس يا بيه؟ يا عم انت بتغزل عيني يا عم. معقوله يعني انت معكش فلوس يا معلم شقلباظ؟ يخلص يا معلم شقلباظ، خلينا نشوف طلبي من المعلم زغلول بقى. يخلص امري لله، هشتري وامري لله عشان انت بس وشك سمح. انا بقى يا معلم زغلول كنت محتاج جوزين حمام هزاز كده على كيف كيفك. حظك مش حلو معايا يا معلم هزاز صراحه، يعني اخر جوزين لسه بايعهم امبارح مش كده؟ لا 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 يا دولا، ما في جوزين حمام في الغية عندنا بيقعدوا كده يهزوا ديلهم لغايه لما يخيلوني كل يوم. يعني موجودين؟ عندنا. طب يا سيدي، طب يا سيدي، وبعدين دول هزاز مش اي هزاز اللي بيقول عليهم اللي هم فيهم حته بني دول؟ ايوه دول. ايوه ايوه اللي في رجلهم في ريش في رجلهم. ايوه هم نفسهم عليهم ريش. ما هم حمام. دول يا سيدي عشان انت برضو يعني حبيبنا لعلمك، الجوز دول بيهزوا 80 هزه. ده هتقولش صفيناز؟ لا طب ودي ندفع فيها كام يا معلم؟ عشان بس انت حبيبنا يا سيدي وانا ما هزش عليك حاجه. حلو صح؟ حلو. 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ طب ما تهزها شويه. والله هزتها للاخر. شوف كده حاجه حلوه يعني عشان خاطري. ما هو دي اخر هزه عندي. احنا موافقين موافقين موافقين. بعد قولك مفيش قول يا معلم زغلول، ادي الفلوس 2000 جنيه. ماشي. ها جهز بقى ايه الحمام اللي كان في الغيه ده اللي هو كان بيهز كده وخيالني؟ اه لا ما هو لما خيالني بقى دول انا زهقت فطيرته. ايه ده يا عنتر؟ ايه الحمام اللي في ايدك دي؟ دي بتاعتي انا، اصطدتها بالنبله السحريه. اصطدتها من الغيه؟ لا من السما. من السما؟ انت تعرفها؟ ايه اللي اعرفها طبعا، امال ايه؟ مشيت معاها قبل كده ولا ايه؟ شفتك فين قبل كده؟ شفتك فين قبل كده؟ ما تخلص يا عم، تعرفها ولا ما تعرفهاش؟ لا بصراحه عنتر ما اعرفهاش. ايه ده؟ ايه الحق ده في دبله ده في دبله في رجليها. دي ورقه. دي مخطوبه باين ولا ايه؟ ايه الورقه دي؟ لا انا لازم بقى اقول لدوله، هو اللي هيعرف كل حاجه عني وعنك. بص عنتر، انا هطيرها وانت اصطادها تاني. اوعى. ليه كده؟ الحمد لله دوله، انا اكلت الحمام خلاص. طب كويس ماشي، بس التماثيل بقى ما رضيتش تاكل. انت بتحاول تاكل التماثيل ولا ايه؟ يا دوله عشان ما تبصش بقى في اكل الحمام. ما تبصلهمش في الاكل يعني عشان ما يزوروش. يا سلام قلبك حنين يا ابني. وانا ناقصك يا ابني، وانا ناقصك. هتيجي منك ولا هتيجي من الحمام ولا من التماثيل ولا من الزبق الاحمر؟ يا دولة. هو ايه موضوع الرسالة بتاعت الزنبوق الاحمر ده؟ زنبوق؟ ده انا اللي نفسي اديك زنبوق يطلع من نفوخك ويطلعك برا البازار. ليه بس يا دولة؟ يعني ده كله عشان عايز اعرف يعني الرسالة والزنبوق الاحمر ده مبعوتين لمين؟ انا كمان نفسي اعرف يا رمزي. قوم شوف الزبون. ماشي بس هتقول لي بعديها. اهلا اهلا اهلا. تماثيل ولا حمام؟ تماثيل. لا انا ما انصحكش، التماثيل النهارده ما كانتش فهتلاقيها خاسه كده ووشها مصفر. انا رايي تاخد حمام احسن. شيش دو ايه اخر الشيش في جهار والدوسه بره. ها
هات اللي في ايدك يا حالتي. انت بتسرق ياه. يا عم والله سلام عليك. اوعى ايدك اوعى حبيبي عبرك. انت ليك يا معلم زغلول، وحشنا يا راجل والله، كنت مختفي لما بقالك كام يوم. اهلا وسهلا يا معلم زغلول، نورت القهوه. انت جيت؟ لا ما جيتش لسه. اهلا وسهلا. اقول على موضوع الحمامه اللي لقيناها في الغيه وفيها دبله وفيها رساله عن الزنبوق الاحمر، ولا ده سر مش عايزني اقوله؟ لا ما تقولش. حاضر يا دول، ولا كاني هقول اي حاجه. ما 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 تقول لنا يا استاذ زغلول على الموضوع اللي بيقوله استاذ رمزي ده، احنا عايزين نفهم برضو، ما احنا مش قاعدين هنا كوركات وخلاص. يعني واضح انك انت سيحت. انت عملت ايه؟ انت قلت لمين دول؟ انا ايه ده، مين اللي قال لهم دول؟ انا قلت بقى يمكن حد يعرف مكان التسليم. يا دول مكان التسليم؟ سيحت لمين لغايه دلوقتي؟ لا يا دول، ده الواد حته والواد بتاع التوك توك والواد الحلاق وكم زبون من هنا في القهوه، دولت مش من ضمنهم. ده ما عرفوش بقى، اضطر اقول لهم. ايه الحكايه بالظبط؟ عاوزين نفهم. لا مفيش يا سيدي، الواد عنتر ابن اخت مراتي يعني بيصطاد بالنبله كده من فوق السطوح، وقع حمامه، الحمامه فيها دبله، الدبله فيها رساله على زبق احمر بتاع حاجه زي كده يعني. وحكايه الزبق الاحمر ده، معلش صحنا على قد دماغنا يعني وقد عالمنا مش عارفين، بعد اذنك ترجم لنا الكلام ده بقى يا استاذ زغلول. ما اعرفش بيقولوا يعني في ميعاد تسليم زبق احمر في مكان في غيه، بس مش قايلين بقى انه غيه يعني. الرساله دي مكتوب فيها ميعاد التسليم. بس فين المكان بتاع التسليم مش معروفه صراحه يعني. بس حلها موجود، مش الحمامه عندك؟ طيب هات الحمامه واسالها، اذا انكرت يبقى تغطسها في الميه، واذا انكرت يبقى تروح جاي مقرطف ريشة. ايوه زي ما عملوا مع الاستاذه ناديه الجندي في 48 ساعه في اسرائيل. يا عم انا عملت ده كله ما اعترفتش، ده انا دبحتها وحشيتها رز وكلتها وما اعترفتش. الحمامه دي تلزمني. تلزمك في ايه؟ اصل عاوز ابعت جواب لامي في البلد اطمنها على عيال، فمحتاج احط الجواب في الحمامه. ايه يا عم الخيال القديم؟ لا لا فيش كلام من ده، دلوقتي يا عم بقى في ايميلات ومسجات وفي فيسبوك، في حاجات حديثه يا معلم. دكتوره وفي تسجيلات كتير. ما تتكلمش، انا ماليش في الكلام ده، ولا واتساب ولا فيسبوك، انا عاوز الحمامه عشان ابعت جواب لامي، ماليش دعوه. انا الحمامه دي يا معلم انت والمعلم تلزمني، مش هينفع اديها لحد. ما ينفعش. لا يعني يا معلم زغلول، احنا ناقصين ولا ناقصين يعني؟ ما تفهمنا كده وترجم لنا الدنيا يا بيه. انت بالذات ناقص بقى اهو. انا بدي تلزمني لان وراها سر ولازم اعرفه. عنتر 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 عنتر، ايه ده يخرب عقلك؟ انت ايه مسكت حمامة تانية؟ وبص في دبلة. دبلة تانية؟ ده اكيد بقى خطيب الحمامة الاولانية وجاي علشان بقى يدور عليه. دي في ورقة اكيد كتبه كتابه. يا خبر ابيض، لا ده انا لازم اقول لدول، هو نايم على ودان ولا ايه؟ بقولك عنتر انا نفسي في السمك، او ما تصطاد لنا سمك يا عم. انا سوخة يعني؟ انت كمان يا باي قفشت حمامة زي الاولانية ولقيت معاها رسالة زيها برضك؟ شوف بقى الواد ابن اخت مراتي ده قرد عفريت بالنبله بتاعته، صياد صياد يعني. وده نوع تاني ولا حمامه تانيه نوع ما نعرفوش؟ لا نفس النوع بتاع الحمامه الاولانيه. ده حتى شبه بعض قوي، تحس كده ان هما توأم يعني. يعني تحس ان الاثنين خارجين من بيضه واحده. طب اسمع بقى يا عم زغلول، انا من الاخر لازمني الحمامه ام رسايل دي. لازمك ازاي يعني؟ يعني احنا شاريين باي تمن؟ شاريين الحمامه ولا شاريين الرسايل؟ الاثنين. بكام؟ 250,000 جنيه. وانا بايع وانا شاري. بس بشرط صغير، تقول لنا الرساله الثانيه مكتوب فيها ايه. الرساله الثانيه، اطلع بالرساله ده رمزي. متاكد يا دوله؟ ايوه. هيا دولا طلع بيك. رب يا ساتر. اهلا اهلا. مساء الخير يا معلم زغلول. ازيكم يا معلمين؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ هاده هو في حد غريب هنا ولا لا؟ ما فيش حد غريب ولا حاجه، دي رانيا مراتي موجوده مخصوص النهارده عشان تعد الفلوس. لا ده انا مش هعدها بس يا ديدي، ده انا كمان هستفهم خمسات عشرات ميات عشان تداول الاوراق الماليه في صندوق النقد الدولي لا يتاثر. ونعمه بالله. ودي لنا الفلوس. وديها.
اتفضل يا زيد. يا سلام، كاتب على الفلوس كمان زبلة حمام عشان ما حدش يعرف. ايوه طبعا، عشان التمويه. دولا التموين ايه؟ التمويه مش التموين. مالكش دعوه، مالكش دعوه. ايه ده يا عايز حبيبي؟ دول كلهم جنيهات فضه ونطاط فضه، مفيش فلوس غير كده. يا معلم، ايه في ايه؟ انتوا بتشحتوا ولا ايه؟ ملمين الفلوس دي ازاي؟ هتخلص بقى يا معلم زغلول، وتجيب الزبق. خلينا نمشي. حاضر يا سيدي، هجيب الزبق. يلا رمزي، انت بتسرق فلوس. حتى الزبق. هاوع دولا بسرعه والنبي. الزبق اهو. ماشي يا سيدي، وقت الزبق اهو كله موجود. الزبق اهو يا معلمين. تسلم لي. اخيرا وقعت يا نسر. دهدا. انا ازقوا بتبلغ عنا يا معلم زغلول. كده اكتفزنا. طب ودينا لما اطلع للارضف لك ريشك. والله وقعت يا معلم صقر. ما يقع الا الشاطر. ماشي يا معلم زغلول، وديني ما هسيبك. ولا يفرق معانا. احنا متشكرين جدا يا استاذ عادل على تعاونك معانا. لا شكرا على واجب يا حضره الضابط، ده اقل واجب نقدمه للوطن ومحدودي الدخل والشعب المصري العظيم. يا فندم حضرتك، احنا فداء للوطن، اي حاجه مصر تطلبها احنا نعملها على طول. وانا والله حضره البوليس يعني انا مستعد يعني افدي الوطن بروحي وروح عادل وروح رانيا وروح الحمام واروح معاك في اي حته. ايوه يا فندم، رمزي ده يعني صراحه بيعترف على كل حاجه. رمزي، مش انت اللي جبت الزبق؟ شفت ستك، خدوه معاهم. اوكي اتفضل. مع السلامه دولا. مع السلامه. على مهلك، على مهلك على الفلوس، على مهلك على الفلوس. ياه، احنا بقى ربنا يكرمنا بالعشرة في المية. اقول له ولا لا؟ عايز تقول لي ايه يا غبي؟ ما انا سامعك، يا اللي بتفكر بصوت عالي انا سامعك. عايز تقول ايه؟ في موضوع كده هون يا دولا يعني عايز افتحك فيه، يعني الموضوع ده ما بيخلينيش لا انام ولا اسهر. ولا تسهر؟ ده ايه الموضوع العجيب ده؟ يعني بيخليني صاحي كده على طول يا دولا يعني. ماشي، يعني ايه هو الموضوع؟ بص يا سيدي، انت هتنام بدري النهارده؟ لا انا سهران اسمعك، اتفضل ارغي. انا جات لي فرصة عمل. أخيرا. برا مصر ولا جوه مصر؟ في اسكندرية. اسكندرية ما شاء الله. اشتغل ايه في اسكندرية؟ طوق نجاة في البحر؟ لا يا دول، أنا هشتغل على البر مش على البحر. فريسك يا بندق كده يعني ولا ايه؟ لا بص، أنا همسك مساحة وقف بقى على الشط بتاع البحر، أول ما المية بتاعت البحر تقوم جاية كده على الشط أقوم بقى بالمساحة بقى مرجع المية دي تاني البحر. عشان ما تبلش الرملة يعني؟ لا، علشان اللي هم ينزلوا يعوموا ما يتبلوش. واضح اللي هيشغلك الشغلانة دي عارف انك ما شاء الله ذكي جدا يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما عندناش تماثيل النهاردة، اجازة. وايه اللي النهاردة اجازة؟ زبون. بس عادل سعيد ابن خالة عم جوز خال عمتي. سوري يعني معلش، ايه الخيال العلمي اللي انت بتقوله ده؟ انا قريبك يا عادل، قريبك احمد عبد الستار. يا احمد عبد الستار، ده انا بقالي قرون ما شفتكش يا راجل. حبيبي ازيك يا ابو حميد؟ الله يخليك. شكلك اتغير. اخيرا. لقد تم الشتيتان بعدما انت لاقيا ولا تلاقيا. ماشي تعال تعال، اتفضل يا ابو حميد، اتفضل. عاش من شافك يا راجل، عاش من شافك. ايه مين؟ ولا تراب السفر بنشيله من خلاص. اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامه. انت فين يا راجل؟ الحمد لله. الحمد لله، عاش من شافك. الله يخليك يا رب. الجمله دي مش ليك، الجمله دي ليه هو. مفيش مشكله، انا هو واحد يعني. ربنا يخليك يا رب. دول مش هتعرفوا بقى بيا. ده يا سيدي اسمه رمزي، يعني اذكى تمثال عندي هنا في البازار. ربنا يخليك لي يا رب يا دوله. اخيرا عرفت امتي ونطقتها ببقك. يا غبي اللي بتفكر بصوت عالي، سامعينك مصر كلها سامعاك. اهلا اهلا اهلا، يعني عاش من شافك فعلا. الله يخليك. واتجوزت ولا لسه؟ لا للاسف لسه. للاسف ليه؟ بالعكس ده احسن يعني. ما انا جاي لك عادل بقى عشان تتجوزني. لا يا راجل يا راجل، عيد تفكير تاني، ده عندك فرصة ذهبية، اوعى تتهور. لا لا لا، أنا أصلي من ساعة أمي ما ماتت وأنا متمرمط، نفسي أستقر بقى. يا هي والدتك ماتت؟ الله يرحمها. أنا كمان خالتي ماتت. ده على كده بقى أنت تبقى ابن خالتي.
ابن عمتي؟ انت اي حاجه تزيد فيها يعني. بص انا بتكلم انا والراجل مالكش دعوه خالص. طب ابن ايه؟ ابن ايه؟ مش ابن حد خلاص؟ لقيت؟ لقيت. واحنا لقيناه بقى هنا لقيت. دولا هو النهارده كانت الدخله؟ يا سيدي 1121. طب والحنه امتى بقى دولا؟ هنا يوم الخميس الجاي. معلش بقى دول، اصل انا كان عندي يعني زبون هنا هو يعني في المحل، فما حضرتش بقى ايه الدخله. هبقى احضر بقى الخميس الجاي الحنه ان شاء الله. ده على اساس بقى يعني الحنه بعد الدخله يعني. انا مش عرفني بقى يا دولا يعني. وسايبني من الصبح عمال اعد، ده انا وصلت ال 1124. انا بساعدك يا دولا. ما تساعدنيش يا الطلبيه، ما جاش فيها غير ده. ايوه دول اهو الصندوق كله فاضي اهو. خرب بيتك. سيبه، ما انت مش عارف اساسا الدخله الاول ولا الحنه الاول. وانا مش عرفني بقى دول بقى الله، وانا كنت اتجوزت قبل كده ولا حتى اتحنت؟ طبعا ما فيش ليك واحد صاحبك اتجوز قبل كده عشان تعرف يهبل. ما انا ماليش اصحاب يا دول. طبعا مين الغبي اللي هيصاحبك يعني؟ انت يا دول، انت الوحيد صاحبي الوحيد. انا ماليش اصحابي يلا، انا صاحبي دراعي وعمي قرشي. دولا ما تطلقها منه وتجوزها لي يا دولا، ده انا ايدي فرطه. وانت حلتك حاجه يا ابني. دولا ابوس ايدك يا دولا بقى، جوزها لي يا دولا. يا ابني هي المشكله مش في ان هو بخيل، المشكله في ان هي المسرفه. زي بالظبط، ده انا ضيعت الدنيا دي كلها في الاسراف يا دولا. ده انا الجنيه ما بيقعدش في ايدي 3 ايام. اسكت اسكت، انت بتشوشر على افكاري. انا مش فاهم ايه اللي خلاني اتدبس واجوزهم لبعض. انا مالي؟ انت دايما كده يا دولا زي القرع، بتمد البلاد بره. انا اللي مضايقني ان زي المثل ما بيقول بالظبط، خيرا تعمل شرق الدلتا. ها قررت ايه؟ قررت اطلق خلاص. عين العقل. وانا كمان قررت اطلق. عين الجمل. انت العادل، انا مريض، انا مريض. بس اهم حاجه مين هيدفع الاجره بتاعت المأذون، انت ولا هي؟ انا. وانت تدفع ليه؟ انا واقف جنب قريبي يا اخي في مهنته وفرحته. انا اتفقت مع رانيا ان اللي يطلب الطلاق هو اللي يدفع ثمن المأذون. وانا اتفقت مع هولندا برضه هي اللي تدفع حق المأذون. والله فضلت ليك هولندا يا ابو الرمى. ما تجيب ميكروفون. صوتك باين، تفكر بصوت عالي يا غبي. والله فاضي عالي بقى. تفضل يا حضرة المأذون، تفضل تفضل تفضل. طلاق مبارك ان شاء الله. الله يبارك فيك. ها مين فيكم اللي هتتطلق؟ انا حضرة القاضي. حضرة القاضي؟ مش عارف الفرق بين القاضي والمأذون. اتفضل. أين هو هذا اللعين؟ بتدور على إيه حضرتك؟ ملعون ابن ملعون. مين؟ هاتف الجوال. أنا معايا دقايق زيادة لو عايز تكلم. بارك الله فيك يا أستاذ عادل، بارك الله فيك. معايا رصيد كتير والحمد لله، بس أين هو؟ عشان إيه طيب؟ هقول لك هقول لك. ها هو الملعون. أريد أن أتصور معكم صورة سيلفي. سيلفي؟ مش وقته مش وقته. النبي. طب أنا بقى مش هطال. ها؟ والله برافو عليك يا رانيا، كويس إنك رجعت لعقلي. انا مش هتطلق غير لما الاخت هولندا تتطلق قدامي الاول. ها والله العظيم مجنون. ثانيه واحده. ايوه ايوه دول حبيبي. عايز ايه عايز ايه 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 في ايه؟ ايه يا دولا؟ هو انا في ديك الساعه يا عم ما احضرش كده؟ هو انطلق دولا ابن عم حبيبي. انت ايه اللي جابك؟ روح على البازار، انا هطلق واجي لك. لسه ما طلقتش. ايه ده لسه ما طلقتش؟ وانا قلت اللحظه السعيده جت خلاص. لسه ما طلقتش. لسه ما طلقتش يا سيدي، اسبق انت على البازار. طب وهولندا اتطلقت ولا لا؟ ما اعرفش، احنا مستنيينها. مش هتيجي يا دولا. يعني ايه مش هتيجي؟ اشمعنى يعني؟ ايوه ما هي عدت عليك بقى في البازار هي واحمد. هي واحمد وقالت لي ان انا مش هتطلق يا خايب. قالت لك مش هتتطلق وقالت عليا خايب؟ لا يا دول هي ما قالتش كده يا خايب، دي انا اللي بقولها لك انت. بتقول انا خايب؟ يا خايب مش هيطلقوا، وانا بحسبك هتتطلق وجايب لك هديه. هديه طلاقك يا عم. دي فاضي يا ايوه ما اعرفش بقى ذوقك، قلت اشتري العلبه وانت تشتري الهديه اللي انت عايزها بقى يا خايب. اتفضلي يا هانم،
اتفضلي، هما السبب في اللي احنا فيه وقاعدين بيلعبوا بسك. بقى سايبانا على شفا الطلاق وقاعده بتحبي فيه وتلعبي بسك. احنا خلاص اهتدينا وتصفينا. واحنا بقى مين يصفينا وربنا يهدينا؟ والله دي بقى مشكلتكم مع بعض، حلوها انتوا بقى. والله صدقي بقى ان انت يا صديقتي يا هولندا طلعتي بنت. رانيا احترمي نفسك لو سمحتي. يا جماعه هل يوجد طلاق؟ قبل قدر الله لا يوجد طلاق. يا حضرة المأذون توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. قادر بليز. ايه بليز ايه؟ انا معلش انت فهمتني غلط، انا قلت توكل على الله. روح انت، متشكرين قوي. نعم يعني مفيش طلاق؟ لا اخص عليكم الله يكسفكم، يعني ضيعت الشغلانة. عن اذنك. فضل. عن اذنك. فضل حبيبي عادلك. انت عايز تطلق يا رانيا؟ اقدر يا بيبي. بقولك ايه؟ انا مش هدفع العصير، معيش فلوس. تاني يا احمد؟ عادل مأذون فين؟ لسه خارج. الحق هو ماشي على بالراحه. يلا يلا بسرعه وراه واشتميه في السكه عشان يطلقكوا على طول. اقعد 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 يلا.